بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الصلاة، بعدما فرغ من الطهارة التي هي الوضوء لرفع الحدث الأصغر، ثم الاغتسال لرفع الحدث الأكبر سواء في الجنابة أو الحيض، ثم بعد ذلك التيمم الذي يقوم مقام الذي يعني يقوم مقام الماء في رفع الحدث الأكبر والأصغر عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. بعد ذلك أتى بكتاب الصلاة وقدم الشرط على المشروط، لأن الطهارة شرط للصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فتقدم الطهارة على الصلاة من تقدم الشرط على المشروط، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة إما بالماء أو بالتيمم الذي يقوم مقام الماء عند فقده أو عند عدم العجز عليه عنه عند العجز عنه عن استعماله. والصلاة هي الدعاء، هي في اللغة الدعاء، ومعلوم أن الدعاء من جزئيات الصلاة، بل إنه يأتي في أمور متعددة في الصلاة، لأن قراءة لأن الاستفتاح دعاء، والتكبير دعاء، والصلاة وقراءة الفاتحة دعاء، وكذلك ما يتعلق بالذكر في الركوع والسجود وبعد الركوع وبين السجدتين وفي التشهدين، كل ذلك من الدعاء ومن الذكر من الدعاء. وأما في المعنى الشرعي فهي أي الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مبتدأة بالتكبير اللي هو تكبير الإحرام، ومختتمة بالتسليم الذي به يكون الخروج من الصلاة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة بدايتها التكبير ونهايتها التسليم، وكل ما يقع يدخل في ذلك، كل ما يقع بينهما يعني يدخلان، وكل ما جرى يكون بينهما من أقوال وأفعال، فإن هذا هو المقصود بالصلاة: أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم ذكر كيف كان بدء فرض الصلاة. فرض الصلاة كان في قبل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة فرضت عليه الصلاة، وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرضها في السماء يدل على عظيم شأنها، وأن هذا مما يدل على أهميتها، لأن الله فرضها على نبيه وهو في السماء، فهذا من الأدلة الدالة على أهميتها وعلى عظيم شأنها. وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تبين عظيم شأن الصلاة وأهميتها، ومنها كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أيضا عمود الإسلام كما جاء في الحديث معاذ بن جبل
ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وكذلك أيضا جاء في الحديث أنها آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة، فأول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، وإذا فقد آخر شيء ما بقي منه شيء. وأيضا كونها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في آخر ما أصابه في حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكذلك أيضا ما جاء عنه من أن الحد الفاصل بين الإيمان والكفر إنما هو الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فكل هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة، ومنها كونها فرضت في السماء، ومنها كونها فرضت في السماء، هذا كل ذلك يدلنا على أهميتها وعلى عظيم شأنها. ثم ذكر جملة من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم، يعني لما سأله هرقل ماذا يأمركم، قال: يأمرنا بالصلاة والصدق ويعني وأمور أخرى، يعني في جاءت في حديث ابن عباس عن أبي سفيان في ما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكرها في هذا الباب، ذكر هذا الأثر، والحديث هذا حديث طويل، حديث هرقل مرة في أول الكتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورده في هذا الباب بطوله، ولكنه أورد منه هذه القطعة التي تتعلق بفرض الصلاة، وأورده هنا في لأنها يعني لأن أبا سفيان إنما أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، يعني فهذا يبين يعني أن يعني وجه إراده هنا في كيف كان فرض الصلاة على أنه فرض في مكة، لأن أبا سفيان إنما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأما بعد ذلك بعد الهجرة فلم يلقه صلى الله عليه وسلم، لم يلقه عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان مع الذين حضروا في صلح الحديبية، ومعلوم صلح الحديبية ما أخذوا منه أمرا ولا نهيا، وإنما الذي حصل أنهم كانوا يأخذون منه ذلك بمكة قبل أن يهاجر. ولقاء أبي سفيان بهرقل إنما كان بعد الحديبية، المدة التي مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار وجعل بينهم مدة، يعني التي مدة الصلح الذي نقضوه، ثم إنه انتهى ذلك الصلح وفتح الله عليه مكة بعد يعني بعد ذلك بعامين، فتح الله على مكة بعد ذلك بعامين بعد صلح الحديبية. الحاصل أن إراد البخاري رحمه الله له في بدء في فرض الصلاة لأن فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بأمور أخرى، فهذا هو وجه إراده في هذا الباب، وجه إراده في هذا الباب. ثم إن تحديث أبي سفيان رضي الله عنه بهذا الحديث الذي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما تحمل في حال الكفر وأدي في حال الإسلام، وتحمل الكافر في حال كفره وتأذيته في حال إسلامه ما تحمله في كفره هذا صحيح وسائغ، وهذا من أدلته ومن أمثلته، فإن الكافر إذا أدى في حال إسلامه ما تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره فإن ذلك معتبر، ويعتبر حديثا مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أداه في حال إسلامه وقد تحمله في حال كفره فإنه معتبر، وهذا مثل الصبي الذي يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، كل ذلك سائر، فالصبي يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر، والكافر يتحمل في حال الكفر ويؤدي في حال الإسلام بعد أن يدخل في الإسلام.
قال أبو سفيان قال ابن عباس حدثني أبو سفيان نعم في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنهما كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث الطويل أورده المصنف رحمه الله يعني في هذا الباب من أجل ما ذكر فيه من فرض الصلاة الخمس وهو في السماء عليه الصلاة والسلام ما فيه من ذكر فرض الصلاة الخمس في وهو في السماء هذا هو المقصود من إراده في هذه الترجمة لأنه قال كيف كان بدء فرض الصلاة يعني أنها فرضت قبل الهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة وأنها فرضت عليه في السماء
بعدما عرج به إلى السماء. وحديث الإسراء جاء عن أنس عن أبي ذر، وجاء عن أنس غير مضاف إلى أحد، وجاء عن بعض الصحابة، والألفاظ فيه متفاوتة، والألفاظ فيه متفاوتة، يعني بعضها يعني في بعضها ما ليس في البعض الآخر، وفي بعض وبعضها ما هو أقوى من بعض، لأنه جاء من رواية شريك بن عبد الله بن نمر عن أنس، وفيه وهو من الحديث التي انتقدت على البخاري، وفيها أمور منكرة، أو فيه يعني في رواية شريك بن أبي نمر انفرد بأمور منكرة أخذت عليه. وهذا الحديث أورده من حديث أنس عن أبي ذر، يرويه أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه فرج عن سقف بيته في مكة، وأنه نزل جبريل ويعني فرج صدره وغسله بماء زمزم، وأتى بطشت بذهب يعني فيه حكمة فأفرغه في صدره، ثم عاده على ما كان، ثم إنه رفع عرج به إلى السماء. وهذا الحديث فيه أنه عرج إلى السماء من مكة، لكن جاء في بعض الأحاديث التفصيل وأنه أسري به إلى المسجد الأقصى، وجاء ذلك في القرآن، ذكر الإسراء جاء في القرآن من مكة إلى بيت المقدس أسري به عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه عرج به من السماء إلى السماء من بيت المقدس، ثم رجع إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة من بيت المقدس. فيكون الأحاديث فيها بعضها فيها تفصيل وبعضها فيها اختصار وإجمال. وهنا ذكر أن المعراج أنه كان من مكة، ولم يذكر بيت المقدس وذهاب إلى بيت المقدس. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة الثابتة أن الإسراء أنه حصل الإسراء أولا جاء في القرآن في ذكر الإسراء إلى بيت المقدس، ثم جاء في السنة في ذكر الإسراء إلى بيت المقدس وذكر المعراج من بيت المقدس إلى السماء، وجاء في بعضها المعراج من مكة إلى السماء. وقوله فرج عن سقف بيتي يعني معناه أن السقف انفتح ونزل جبريل، ونزل جبريل وعرج به صلى الله عليه وسلم، أو أسري به من بيت من بيوت مكة، ولم يكن الإسراء به من المسجد. ولهذا من المعاني التي يطلق عليها المسجد الحرام يطلق على المسجد المحيط بالكعبة وعلى مكة كلها. وهذا مما وقد جاء في القرآن سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام وكان الإسراء به من بيت من بيوت مكة، فدل على أن مكة كلها يطلق عليها مسجد الحرام. وكذلك الآية الكريمة التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة، لأن المقصود مسجد الحرام هو مكة، والكفر لا يدخلون مكة. فإذا المسجد الحرام يراد به المسجد المحيط بالكعبة، ويراد به مكة كلها يقال مسجد الحرام. ولهذا اختلف العلماء في تضعيف الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، هل هو خاص بالكعبة بمسجد الكعبة أو أنه لجميع مكة ولجميع الحرم. والآية التي فيها ذكر الإسراء من المسجد الحرام وهو من بيت بيوت مكة، وكذلك الآية اللي فيها الكفار لا يقربون المسجد الحرام، المقصود من ذلك مكة. ولهذا بعض أهل العلم يقول أن التضعيف يكون لجميع بيوت مكة، لجميع منازل مكة وجميع الحرم، ولكن لا يقال أنه سواء من يصلي حول الكعبة ومن يصلي في أي مكان من مكة، ليسوا سواء، من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن يصلي في أي مكان بمكة ليسوا سواء. ففرق بين من يأتي إلى الحرم ويصلي فيه مسجد ويصلي فيه وبين من يصلي في أي مكان في مكة. ولهذا فرق بين من يأتي إلى الصف الأول ومن يكون في الصف الأخير، فكذلك فرق بين من يأتي إلى المسجد ومن يصلي في أي مكان من مكة، ومن يصلي في أي مكان من مكة.
فإذا كون السقف فرج ونزل جبريل وعرج به إلى السماء يعني هذا يدلنا على أن عروجه والإسراء به إنما كان من بيت من بيوت مكة وليس من المسجد المحيط بالكعبة. وفيه أيضا هذا التمهيد الذي حصل لكونه يعني يسرى به إلى الملأ الأعلى ويسرى به إلى السماوات ويتجاوزها بروحه وجسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ف يعني هذا يعني هذا حصل له صلى الله عليه وسلم في من بيت من بيوت مكة ومهد له بهذا التمهيد الذي هو كونه يغسل بماء زمزم صدره وقلبه وكذلك أيضا الطشت الذي ملئ حكمة وكان من ذهب فأفرغه فيه ثم عاده كما كان وعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وهذا هذا تمهيد للذهاب به إلى الملكوت الأعلى وإلى الملأ الأعلى. نعم شو الحديث قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم ذكر أنه عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهذا اللفظ أنه من مكة عرج به ولكن الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أنه وجاء به القرآن أنه ذهب به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء ورجع من طريقه إلى بيت المقدس ثم جاء إلى مكة بعد أن نزل صعد بيت المقدس ونزل إلى بيت المقدس وجاء إلى مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هنا ذكر أنه لما وصل السماء الدنيا استفتح وطلب وهذا يدل على أن السماوات لها أبواب ولها خزان يعني يكونون عليها وأن جبريل لما صعد ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معه؟ قال مع محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح له. وفي هذا دليل على أن المستفتح الذي يطرق الباب أو يطرق هذا إذا سئل يذكر اسمه حتى يعرف. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال أنا لما طرق الباب وقال من قال أنا أنكر وإنما يعني أرشده إلى أن يسميه يذكر اسمه حتى يعرف لأن كل واحد يصدق عليه أن يقول أنا ولكنه إذا ذكر الاسم عرف به وتميز به. فجبريل قال يعني قال جبريل وقال معه محمد فسمى نفسه وسمى الذي جاء معه وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففتح ولما دخل في السماء الدنيا وجد رجلا على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة وهو آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر. أسودة المراد بها يعني أشياء ترى يعني الذي يرى يعني يقال سواد إنسان أو سواد يعني كذا أو رأى سوادا
مثل ما جاء في قصة عائشة رأوا سوادا، يعني أنها يعني يرى يعني الشيء الذي لا يعرف يعني يوصف بأنه سواد، ورأى سواد إنسان يعني من بعد. فكذلك رأى هذه الأسودة التي هي يعني على هذا النحو، التي هي مخلوقات يعني على هذا الوصف، على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. فكان إذا التفت إلى يعني الجهة اليمين فرح وضحك، وإذا التفت إلى جهة الشمال بكى، وقال إن هذا وقد رحب بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال مرحبا بالابن الصالح، بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من ذريته، لأن البشر كلهم من ذريته، فعبر عنه بالبنوة، قال ابن الابن الصالح والنبي الصالح، ذكره بصلته به وأنه ابنه، وذكره بالنبوة التي أوتيها، وهو كونه من أنبياء الله ومن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال هذا آدم، وهؤلاء الذين على يمينه الأسود هذه نسمة بنيه، وعلى يساره نسمة بنيه من أهل النار، فكان إذا رأى هؤلاء ضحك، وإذا رأى هؤلاء بكى. والمراد بالنسمة الأرواح، المراد بالنسمة الأرواح، لأن الأرواح تدخل في الأجساد وتكون بها الحياة، وإذا خرجت من الأجساد فهي إما منعمة وإما معذبة، إما منعمة وإما معذبة. ومعلوم أن النعيم والعذاب يعني يكون للأجساد والأرواح، يكون للأجساد والأرواح، وذلك بعد التقائها بالأجساد. فإن الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، والإساءة حصلت من مجموع الروح والجسد، فالمنعم منعم بروحه وجسده، والمعذب معذب بروحه وجسده، والأرواح لها اتصال بالأجسام ولها انفصال عن الأجسام، وتنعم منفصلة وتنعم متصلة، تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، كما جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وجاء أيضا في الحديث الصحيح نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن أي مؤمن، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد المسند، وهو من رواية الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، ففيه في إسناده ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة مذاهب أهل السنة، يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن شيخ الشافعي، والشافعي يرويه عن شيخ مالك، ففيه فهو مسلسل بهؤلاء الثلاثة. ولهذا لما ذكره ابن كثير أو أشار إليه ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل في سورة آل عمران ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ذكر هذا الحديث وقال هذا إسناد عزيز، هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب المتبعة يعني مذاهب أهل السنة. قال نسمة المؤمن طارئة في الجنة، يعني أن الروح تنعم منفصلة وتنعم متصلة بالجسد، والنعيم إنما حصل للروح والجسد لأن الإحسان حصل منهما جميعا، والعذاب يكون لمجموع الروح والجسد لأن الإساءة حصلت منهما جميعا، فكل منها ينعم لحصول الإحسان منه ويعذب لحصول الإساءة منه. ومعلوم أن الجسد بدون روح فإنه يكون ميت ولا يحصل منه عمل، وكذلك الروح بدون الجسد ليس يحصل منها عمل، وإنما العمل من مجموعهما، مجموع الروح والجسد، إنما يكون من مجموع الروح والجسد، ولهذا يكون الإحسان العذاب على الروح والجسد والنعيم على الروح والجسد جميعا. ورأى آدم عليه الصلاة والسلام وحوله هذه النسم، نسم بنيه على يمينه وشماله، وفيه أن آدم كان في السماء الدنيا. وجاء في حديث أنس هذا عن أبي ذر أنه بعد ذلك
ذكر جملة من الأنبياء لكن ما ذكر يعني أماكنهم أو ذكر منازلهم إلا ذكر بعضهم، ولكنه ذكر أن عددا منهم، ولكنه لم يذكر أيهم كان في السماء الثانية وأيهم كان في السماء الثالثة وأيهم في الرابعة وأيهم في الخامسة وأيهم في السادسة وأيهم في السابعة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه ذكر منازلهم وأنه رأى في السماء الأولى آدم كما جاء في الحديث هذا، ورأى في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى، ابني الخالة عيسى ويحيى، ورأى في السماء الثالثة يوسف، ورأى في السماء الرابعة إدريس، ورأى في السماء الخامسة هارون، ورأى في السماء السادسة موسى، ورأى في السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء يعني جاء ذكر يعني السماوات التي هم فيها يعني على هذا الترتيب الذي هو الأولى فيها آدم، والثانية فيها زكريا وعيسى، والثالثة فيها يوسف، والرابعة فيها إدريس، والخامسة فيها هارون، والسادسة فيها موسى، والسابعة فيها إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الثانية فيها نعم الثانية فيها يحيى عيسى زكريا وعيسى زكريا وعيسى ويحيى عيسى ويحيى ابني الخالة عيسى بن زكريا يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ابني الخالة كما جاء في الحديث ابني الخالة فلان وفلان عيسى ويحيى بن زكريا. ثم إن هذا الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات معلوم أن أجسادهم في الأرض إلا عيسى فإنه في السماء بروحه وجسده لأنه رفع إلى السماء، وأما الأنبياء الباقون فإنهم في الأرض. وإذن فالذي رآه صلى الله عليه وسلم في السماء عيسى بروحه وجسده لأنه في السماء يعني عيسى عليه السلام بروحه وجسده، وأما غيره فبروحه دون جسده لأن أجسادهم في الأرض، وإنما أجسادهم أرواحهم في صور أجسادهم أجسادهم الأرواح في صور الأجساد. هذا هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات. ولا يقال إن قبورهم خلت وأنهم لا يوجدون في الأرض في الوقت الذي كانوا فيه السماء، وإنما هم في قبورهم وأحيا في قبورهم ويخرجون منها إذا حصل البعث والنشور، وإنما الذي في السماء ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء هو أرواحهم في صور أجسادهم، وليست الأرض خالية منهم في ذلك الوقت، لأن من كان في قبره لا ينشق عنه القبر إلا عند البعث والنشور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، ثم تنشق القبور بعد ذلك عن أصحابها بعده صلى الله عليه وسلم. فإذن الأنبياء غير عيسى أجسادهم في الأرض، وأما أرواحهم فإن الذي رآه في السماء هي أرواحهم في صور أجسادهم كما قال ذلك بعض أهل العلم، وأن قبورهم لم تكن خالية في ذلك الوقت الذي كانوا في السماء، بل هم في قبورهم ولا يخرجون منها إلا عند البعث والنشور. إيش بعده؟ لكن أحسن الله إليك معرفته صلى الله عليه وسلم بهم، وقد يعني كأنه الآن يعرف بواحد نعم واحد يعرف نعم، وهو قد صلى بهم يعني صلى بهم وهو لا يعرفهم. هو صلى بهم لكن هل الصلاة كانت في الأول أو كانت في الآخر؟ ومعلوم أن 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 يعني الذي جاء أنه عرف بهم في السماء، وسواء كان أن صلى بهم في الأول أو صلى بهم في الآخر يعني فلا يمنع، لأن قد يصلي بهم يمكن أن يصلي بهم ولا يعرفهم يمكن يصلي بهم ولا يعرفهم. نعم. حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازينها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح، قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. والصحيح أنه في السماء السابعة،
يعني كما جاء في الرواية الأخرى. والذي في السادسة هو موسى الرواية الصحيحة التي أصح من غيرها أنه في السماء السابعة وأنه مسجد ظهره إلى بيت المعمور الذي تأمه الملائكة ويدخله يوميا 70,000 من الملائكة ومن دخله مرة لا يرجع إليه مرة أخرى لا يحصل للملك الواحد دخول ذلك المسجد البيت المعمور إلا مرة واحدة وهذا يدل على كثرة الملائكة يوميا 70,000 ومن دخله لا يعود إليه مرة ثانية فهذا يدل على أن الملائكة كثيرون جدا وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا ذكر أنه في السماء السادسة ولكن الصحيح من في الروايات أنه في السماء السابعة وأن الذي في السادسة هو موسى. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا نعم قلت من هذا فقلت من هذا قال هذا إدريس. وهذا اللفظ الذي ذكره هنا وقوله النبي الصالح والأخ الصالح يعني هذا يدل على عدم صحة القول بأن إدريس أنه جد نوح أو أنه جد أبيه يعني لأن البخاري ذكر يعني في كتاب الأنبياء أو في ذكر إدريس يعني في بعض النسخ أنه جد نوح أو جد أبيه في الموضع الذي طرف الذي ذكره هنا أول في أخبار الأنبياء طرف الحديث هذا سيكون 1636 ذكر إدريس أول طرف سيأتي ما فيه الكلام لا في ذكر في الأنبياء طرفين هنا أيه الأول الثاني 3300 قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم لا في ذاك اللي هنا هذا الحديث اللي في ذكر إدريس في أخبار الأنبياء هذا كتاب الأنبياء نعم هو الطرف الثاني للحديث ثم قال وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس لا في بعض النسخ في أوله ما في ذكر قول البخاري أنه جد نوح عن إدريس إيه ذكر في أخبار الأنبياء في بعض النسخ ما في هذا الموطن ما ذكر لا في هذا الموطن هو ذكر في هذا الموطن و في بعض النسخ قال باب ذكر إدريس عليه السلام إيه بعدها في سين وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح يعني هذا الكلام الذي ذكره البخاري يعني يقال أنه جد نوح وأنه يعني هذا الحديث يدل على 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 عدم صحته وأن لأنه لو كان إدريس جد نوح لكان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما قال آدم وقال إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ولكنه قال هنا الأخ الصالح ما قال الابن الصالح فهذا يدل على أنه ليس من نسله لأن الذي من نسله هو من نسل نوح ومن نسل آدم ثم من نسل نوح ثم من نسل إبراهيم الرسول صلى الله عليه وسلم نوح ما جاء ذكره في أخبار في الإسراء وإنما جاء ذكر آدم وإبراهيم وكل منهما يقول الابن الصالح والنبي الصالح وإدريس لما ذكره قال بالأخ الصالح مما يدل على أنه ليس جدا لنوح لأنه لو كان جدا لنوح لكان جدا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن نوح يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية نوح فلو كان جده إدريس لكان أيضا ابنا له ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث يعني الحديث الذي قال فيه مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح التعبير بالأخ يدل على أنه ليس من نسله
وإنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء أو جاءت الأدلة على أنه منهم من آدم أولا ثم من نوح ثانيا ثم من إبراهيم ثالثا. هؤلاء هم آباؤه. والذي في الإسراء هو ذكر آدم وإبراهيم, ذكر آدم وإبراهيم وكل منهما قال الابن الصالح والنبي الصالح. وإذا فهذا الحديث أو هذا اللفظ الذي جاء في قصة إدريس وأنه في السماء الرابعة وأنه يعني يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح يدل على أنه ليس من نسله. نعم. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. نعم. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى. يعني هذا الترتيب يعني هذا ليس يعني يعني جاء في بعض الروايات الصحيحة خلافه, وأن يعني وأن إبراهيم هو اللي في السماء السابعة وموسى في السادسة وعيسى هو في الثانية وليس فوق موسى, لأن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة وعيسى دونهما. نعم. هذه المنازل في السماء هل تدل على تفاضلهم بهذا الفضل؟ لا, ما يدل على تفاضل, لأن عيسى في السماء الثانية وهو من أولي العزم من الرسل, عيسى من الخمسة الذين هم أولي العزم من الرسل وهم أفضل الأنبياء, فلا يدل على يعني على أن منازلهم على أنها تدل على 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 فضلهم وأن كل من كان في سماء أفضل. نعم, يعني إبراهيم لا شك أنه هو أفضل أولي العزم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعده موسى, ثم أيهما نوح أو عيسى هذا في خلاف بين أهل العلم. مع أن هناك أنبياء لم يذكروا في آدم ليس من أولي العزم من الرسل. لا, قصدي هذه أنت الآن ذكرت نوح, ونوح ليس ما ذكر, ما ذكر أصلا. أقول نوح أب للرسول وما ذكر, لكن الذين هم آباؤه ثلاثة, اثنان ذكر في الإسراء وهما آدم وإبراهيم, والثالث الذي هو نوح لم يذكر, لكن ذكر إدريس الذي محل الشاهد الكلام حوله قولهم أنه جد لنوح. لو كان جد لنوح لكان جد للنبي صلى الله عليه وسلم, لو كان جد لنوح لكان جد للنبي صلى الله عليه وسلم, ويكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته, ويقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. لكن له لما قال الأخ الصالح ما قال الابن الصالح دل على أنه ليس من نسله. قال ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يعني بعد ما تجاوز السماء السابعة يعني عرج به يعني فوق ذلك حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام, يعني صوت الأقلام في الكتابة, يعني كتابة يعني يعني ما يعني ما يقدره الله وما يقضيه الله عز وجل, يعني في صريف الأقلام يعني الصريف هو صوت القلم إذا صار يكتب, يعني هذا هو معنى الصريف. نعم. وهذا يعني معناه أنه ذهب إلى فوق ما كان عليه هؤلاء الأنبياء, تجاوزهم وأعلاهم إبراهيم في السماء السابعة وقد تجاوز ذلك عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت يعني هذا هو محل الشاهد من إراد الحديث, يعني من إراد الحديث في فرض الصلاة ودي فرض الصلاة قوله فرض عليه الصلاة, فرضت عليه الصلاة ففرض الله على أمتي 50 صلاة. نعم.
فرجعت 50 صلاة فرضت 50 صلاة فرجع إلى موسى وكان يتردد يعني بين موسى ثم يرجع إلى الله عز وجل ويسأله التخفيف فيخفف الله عنه. وجاء في بعض الروايات شطرا وجاء في بعضها خمسا خمسا وحتى انتهت إلى 5. ثم بعد ذلك الله عز وجل قال هي 5 في العمل و50 في الأجر. 50 التي فرضت أولا يحصلون أجرها بهذه 5 التي فرضت عليهم والتي هي التي كلفوا بها يحصلون أجر 50. فالذي فرض عليهم في الأول يحصلون أجره، هذا العدد الذي فرض أولا حصلوا أجره بعد أن استقر التكليف ب5 صلوات والصلاة ب10 فتكون 5 عن 50 صلاة عن 50 صلاة فكان له أجرها. نعم. قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي. يعني كان التردد بين موسى وبين الله عز وجل حيث يشير عليه موسى بأن يرجع فكان يخفف عنه يعني كما في بعض الروايات 5 5 حتى استقرت إلى 5 وعند ذلك قال استحييت من ربي. وبعد ذلك قال الله عز وجل يعني هي 5 في العمل و50 في الأجر لا يبدل القول لدي، يعني أن الشيء الذي فرض وكان حتما هو 5 صلوات والصلوات 50 خففت ولكنه مع تخفيفها حصل أجرها، مع تخفيفها وعدم إلزامهم بها ظفروا بأجرها وثوابها، فهي 5 في العمل و50 في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم انطلق بي حتى انتهى بي ثم إن هذا فيه يدخل تحت المسألة المشهورة النسخ قبل التمكن من الامتثال، النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأنه فرض عليه 50 ونسخت قبل أن تصلى 50 لأنه لم يتمكن من الامتثال لأنه لا يزال في السنة، فورد عليه 50 ثم انتهت إلى 5 ثم انتهت إلى 5 فهذا يدخل تحت هذه المسألة أو دليل لهذه المسألة التي هي النسخ قبل التمكن من الامتثال. لكن فائدة ذلك ما حصل من النسخ من استعداد وذهاب ونزول وعزمه على أن ينفذ هذا الشيء الذي أمر به، ولكن الله تعالى خفف وجعل موسى هو الذي يشير حتى وصلت إلى 5. فإذا هذا من أدلة المسألة التي هي نسخ قبل التمكن من الامتثال. وفي دليل آخر وهو كون إبراهيم لما أمر بذبح ابن إسماعيل ولكنه نسخ ذلك قبل أن يذبحه، نسخ ذلك قبل، ولكن فائدة ذلك كون إبراهيم استعد وابنه إسماعيل استسلم لذلك فحصل الاستسلام والانقياد بالشيء الذي فرض، ثم إنه نسخ بأن يذبح يعني كبشا يعني هذا ويبقى إسماعيل دون أن يحصل له ذبح، ولكن حصل من كل منهما الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فإذن هذان دليلان لهذه المسألة، النسخ قبل التمكن من الامتثال، نسخ ذبح إسماعيل بعد أن أمر به، ونسخ 50 صلاة بعد أن أمر بها. وفائدة التكليف أولا ما ظهر من الاستسلام والانقياد من كل من إبراهيم الخليل ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. نعم، سدرة المنتهى التي جاء ذكرها في القرآن يعني غشيها ألوان يعني لا يدري ما هي. نعم. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ. ثم أدخلت الجنة وإذا فيها حبائل اللؤلؤ، قيل جنابذ اللؤلؤ، يعني والمقصود من ذلك يعني يعني هذه الـ يعني هذه الدرر التي هي اللؤلؤ الذي جعله الله في الجنة والذي لا يعرف حقيقته في الدنيا وإنما يعرف الاسم كما جاء ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا مما في الجنة إلا الأسماء، وإلا فإنه فرق بين ما يكون في الجنة وما يكون في الدنيا. ومما يوضح هذا الفرق ما جاء في الحديث الذي في الإسراء في الكسوف، صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم عرض إلى الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية، ورأى عناقيد العنب متدلية فمد يده ليأخذ عنقودا ثم ترك. ولما سئل أخبر بأن لما سئل عن كونه مد يده لأنهم رأوا اليد الممدودة منه صلى الله عليه وسلم وما رأوا الجنة التي مدت إليها وما رأوا عناقيد العنب التي مدت التي مد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن السبب الذي جعله يمد يده أنه مد ليأخذ عنقود ثم قال تركت، قال ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا، هذا عناقيد الجنة. يعني عباس ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء، فهذا عنقود من العناقيد يكفي أهل الأرض لأن يأكلوا منه إلى نهاية الدنيا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فرأى يعني يعني هذا الذي في الجنة من اللؤلؤ. ونعم. وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك الذي هو أحسن ما يكون من الطيب، الذي هو أجمل ما يكون من الطيب وأحسن ما يكون من الطيب الذي هو المسك هو تراب الجنة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث، الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد الأيلي، يونس عن ابن شهاب، يونس نعم نعم يونس بن يزيد، نعم، عن ابن شهاب. نعم. عن أنس. نعم. عن أبي ذر. نعم، يعني ابن شهاب من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة، فهو رواية صحابي تابعي صغير عن صحابي صغير، تابعي صغير عن صحابي صغير، ورواية صحابي عن صحابي، ورواية صحابي عن صحابي، والحديث جاء عن من رواية أنس عن أبي ذر وجاء من رواية أنس، يعني يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا إما أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أخذه من الصحابة ويكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة. نعم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان. نعم، يقول إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى. نعم، ابن حزم. إيه؟ ابن حزم اللي هو أبو بكر، أبو بكر بن عمرو بن حزم بن محمد بن عمرو. نعم. أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ثم ذكر حديث عائشة فرض الله الصلاة حين فرضها، فرض الله الصلاة حين فرضها، فرض الله الصلاة حين فرضها، يعني أول ما فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ركعتين ركعتين، وهذا إنما هو يعني في غير المغرب فإنها ثلاث، في المغرب فإنها ثلاث، ثم زيد في صلاة الحضر يعني فيما يتعلق بثلاث صلوات وهي الظهر والعصر والعشاء
وأقرت صلاة السفر بأنها ركعتين يعني في غير المغرب، لأن المغرب ثلاث يعني على ما هي عليه، يعني لا ليس فيها قصر، وكانت ثلاثا كما كانت ولا يدخلها القصر، وإنما القصر وإنما هو للرباعية. وفي هذا الحديث أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين، وأنه زيد في صلاة الحضر. وقد جاء في القرآن التنصيص على قصر الصلاة، وذلك أنها يعني فرضت أول ركعتين، ثم يعني في المدينة صارت أربعا، وبعد ذلك نقصت وقصرت من أربع إلى اثنتين في غير المغرب والفجر، لأن الفجر باقية على ما هي عليه ركعتين، والمغرب باقية على ما هي عليه ثلاث ركعات، والصلاة الرباعية قصرت. ولهذا جاء في القرآن في وإذا ضربتم في الأرض فليس جناح تقصروا من الصلاة، يعني معناه ينقصونها من أربع إلى اثنتين، ينقصونها من أربع إلى اثنتين. ولهذا قالوا إن القصر إنما هو رخصة، وأنه ليس عزيمة، وأن من صلى أربعا فإنه في السفر فإنه يجوز له ذلك، لكنه خلاف الأولى. والسنة والذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يتابه أنه في السفر صلى ركعتين، لكن من صلى أربعا فإن صلاة صحيحة، من صلى أربعا فإن صلاة صحيحة لا يقال أنها باطلة. والقرآن نص على القصر، ومعنى ذلك أنها فرضت ثنتين ثم صارت أربعا، ثم بعد ذلك نقصت بعد أن كانت أربعا في السفر إلى ركعتين. الآن إيش لفظة؟ قالت فرض الله الصلاة حين فرضها، وهذا إنما أخذتها معلوم أن عائشة إنما تزوجها رسول الله بالمدينة، وهي إنما أخذت يعني ذلك منه صلى الله عليه وسلم، أخذت ذلك منه عليه الصلاة والسلام، إما منه أو من 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 من, من أحد من أصحابه الذين يعني كانوا يعني كانوا بمكة من كبار أصحابه، وهذا من مراسيل الصحابة، أو أنها أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبرها بهذا فتكون تلقت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مما أخذته، أو أنه من المراسيل، لأنها ما أدركت الزمان، فهي ما أخذته منه صلى الله عليه وسلم وأخبرها، أو أخذته ممن أدرك ذلك الزمان الذين هم كانوا بمكة قبل الهجرة، والذين عرفوا ما حصل في أول الأمر. فرض الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، في الحضر والسفر نعم، وقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر نعم، وزيد في صلاة الحضر. وجاء في القرآن أن القصر، وأن القصر إنما يكون عن ذكر التمام. شوف كلام الحافظ على مسألة القصر بعد التمام، أنها عزيمة، على أنها عزيمة، على أنها رخصة وليست عزيمة. بعض العلم قال أنها عزيمة أخذ بهذا الحديث، وبعضهم قال أنها رخصة أخذ بما جاء في القرآن وبقوله ما جاء أنها رخصة، وأنهم يقبلوا رخصة الله. نعم. قول حافظ الحجر قال والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر
من السنة الثانية ذكره الدولابي فأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. وأما ما وقع في حديث ابن عباس والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف. نعم، يعني الآية اللي فيها ذكر القصر يعني أنه بعد أن كانت أربع خففت فصارت اثنتين، ولهذا لو صليت أربع يصح الصلاة، لو صليت في السفر أربع صحت الصلاة. لكن قبل ذلك، قبل ذلك يعني ما فيه إلا ركعتين في الحضر والسفر. لا الآن حديث عائشة فرضت، تقصد الإسراء والمعراج؟ إيه في أول أمر. الإسراء والمعراج هذا متى وقع؟ قبل الهجرة. قبل الهجرة قيل بثلاث سنوات. نعم. قبل ذلك كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي منذ أن بدأ دعوته؟ هذا يصلي يعني يعني من ناحية الفرض ما فرض عليه، لكن العبادة والتعبد يعني كان يصلي، كان يصلي قبل أن تفرض عليه، وكان يتحنث في غار حراء كما وقد قيل أنه كان في غار حراء قبل أن يبعث كان يتحنث على دين إبراهيم. ابن حجر ذكر أقوالا عديدة وقال أصحها أنه كان على دين إبراهيم. وأما بعد يعني بعد ذلك فكان يصلي، ولكن يعني ليس هناك شيء مفروض. قيل يعني ذكر الحافظ عجل قيل أن قيام الليل كان مفروض عليه، وقيل كذا وقيل كذا أقوال. نعم. هو المشهور ما ذكره وذكر ذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، دائما يذكرون أصحاب بس السيرة. بس ما نعلم يعني ما في شيء، ما نعلم شيء يعني في إسناد يثبت هذا الشيء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك. نعم. عن صالح بن كيسان. نعم. عن عروة بن الزبير. عن عائشة أم المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. لما ذكرتم الكلام على صريف الأقلام أو بعضهم يقول صرير، يقول الأخ أجاءت عدد من الأسئلة، جاء ماذا تكتب الأقلام وقد جف القلم كما جف الرواية الثانية؟ بما يقدره الله، كما معلوم أن التقدير يعني أن التقادير يعني كانت يعني فيه تقدير العام اللي هو المحفوظ، وفيه تقادير أخرى كما يعني جاء في بعض الأحاديث، لكن تكتب ما شاء الله عز وجل أن تكتب، لا ندري، الله تعالى أعلم. لما ذكر كذلك ملئ بطست. نعم. ممتلئ حكمة وإيمانا. نعم. هكذا جاء الكلام الحافظ قال والمعنى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة فسمي حكمة وإيمانا مجازا. الله أعلم. أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعاني كما يمثل الموت كبشا. الله أعلم. حتى التنظير له بالموت كبشا. أيه. هذا الذي خلق الموت والحياة، الموت يعني شيء وجودي ما هو عدمي، لأنه خلق الموت والحياة. إيه لكن يعني الآن أي كأنه يعني يقول أن الموت شيء معنوي ويمثل يوم القيامة بأنه بكبش حسي. لا هو حقيقي، الموت شيء حقيقي، خلق الموت والحياة. نعم. ولهذا ابن كثير قال أنهما أنه شيء وجودي ليس عدمي. أحسن الله عليك، ما دمنا نتحدث عن الإسراء، رؤية الرب تبارك وتعالى هذه ما ثبتت في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث نور أن أراه أو رأيت نورا،
وجاء فيه حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ولكنه سمع كلام الله كما سمعه موسى. ورؤية الله عز وجل شاء أن تكون أكمل نعيم يكون لها الجنة، وقد ادخرها في الدار الآخرة ليحصل أكمل نعيم لأهل الجنة وهو رؤيته سبحانه وتعالى. ولهذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، ما ثبت أنه رآه، وإنما قال أيت نورا أو نورا أن أراه أو حجابه النور لو كشف لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن رؤية الله النبي صلى الله عليه وسلم لربه ما حصلت ليلة المعراج، لأن الله تعالى شاء أن تكون أعظم نعيم في الجنة فلم يشأ أن تحصل في الدنيا. نعم. هذه الرؤية العينية البصرية، أما رؤية المنام هذا كورد يعني حديث اختصام الملائكة على ذكر، أقول ورد فيه في أحسن صورة. يقول أحسن الله إليك، إذا علم شخص أن أحد معارفه مات وعليه نذر فهل له أن يقضيه وهل له أجر على ذلك، أو أن النذر يسقط بمجرد الموت؟ لا، النذر يعني شيء أوجبه على نفسه، ومن مات وعليه، قال النفس قبل مات وعليه صيام صام عنه وليه، وسواء كان هذا الصوم يعني عن نذر أوجبه على نفسه أو أنه بأصل الفرض الذي هو صيام رمضان له أن يقضي عنه، يعني ما عليه في رمضان إذا كان قد يعني قادرا على الأداء ولكنه أخر ومات مع قدرته على أن يعمل. أما إذا كان مريضا واستمر مرضه حتى مات ليس لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه ولا يقضى عنه. وكذلك النذر يعني يقضى عنه إذا كان نذر صوما أو نذر يعني صدقة أو ما إلى ذلك يقضى عنه، لكن لا يلزم أحد يقضي عنه، لكن له أن يقضي عنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.